العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت شئت تجعل الصعب سهلا، فاجعل اللهم يا رب العالمين الصعب سهلا. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم إلى نور الفهم، وافتح علينا فتوح العارفين بك، وحسن أخلاقنا بالحلم والعلم يا رب العالمين. يقول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسألك ربي أن تفقهنا في ديننا حتى نكون على بينة من أمرنا. وبعد، آخر شيء وقفنا فيه، تفضل. شروط صحة الجمعة. نعم، شروط صحة الجمعة خمس، وهي الاستيطان وحضور 12 رجلا للخطبتين والصلاة، والإمام والخطبتان والجامع. طيب، قال المصنف رضي الله عنه هنا تكلم على شروط الصحة، وتعريف شرط الصحة هو تعريف شرط الصحة وشنو هو؟ ما يلزم من عدمه العدم، وما يلزم من هو ما يلزم من عدمه العدم. ويلزم ولا يلزم، ولا يلزم ايش؟ من وجوده وجود ولا عدم. هذا هو شرط الصحة. إذا شرط الصحة هو ما كان في كسب الإنسان أو لا، هو ما كان في كسب الإنسان. هذه شروط صحة الجمعة وهي خمس، تفضل. أولها: وكل شرط من هذه الشروط له شروط خاصة به. أولها الاستيطان. الاستيطان هو الإقامة بقصد التأبيد، فهو أخص من الإقامة. هنا يتكلم على الاستيطان، قال هو هنا قال الاستيطان هو الإقامة بقصد التأبيد، فهو أخص من ماذا؟ من الإقامة. طيب، ما الفرق بينهما؟ إقامة هذا المقصود، أن الإقامة هو مجرد النية وعدم التأبيد، وعدم التأبيد في المكان، كالمسافر. المسافر إذا سافر وبدل نيته السفر أبدل النية الإقامة، خلاص صار مقيما. غاية ما في الأمر أنه إيش؟ لم يكن إقامته كالاستيطان بمعنى التأبيد. هذا هو الفرق بينهما، الفرق بين الاستيطان وبين الإقامة. تفضل. ومعنى كون الاستيطان شرط صحة أنه لولاه ما صحت جمعة لأحد، وكما أنه شرط صحة هو شرط وجوب أيضا. يعني هو هذا شرط الاستيطان شرط جامع بين ماذا؟ الصحة، بين شرط الوجوب والصحة، وبين شرط الصحة. يعني لو سيدي الإنسان ما يسافر، يعني حتى ولو لمدة طويلة، لا تجب عليه أن يصلي الجمعة إذا لم ينوي الإقامة. إذا كان الإقامة خلاص تجب عليه، لو الإقامة، لو الإقامة تجب عليه الجمعة خلاص. أما إذا نوى باقي على نية السفر لا تجب عليه الجمعة. نعم. إذ لولاه ما وجبت على أحد جمعة. وشروط الاستيطان هي ما يلي: طيب، أن أولا أن يكون ببلد مبني بطوب أو حجر أو أخصاص من قصب أو أعوار، لا خيام لأن الغالب على أهلها الارتحال. هو أشار هنا إلى أن الاستيطان ينبغي أن يكون بماذا؟ ببلد مبني بطوب أو عود أو أي شيء، يعني الناظر إليها، الشارع نظر إليها، والإقامة، الإقامة الاستيطان الأبدية، بخلاف الخيام. لأن الخيام الأصل فيها ماذا؟ هو الارتحال. لهذا لم يأخذ حكم الخيام بحكم الاستيطان، وإنما أخذوه بحكم السفر أو حكم ماذا؟ الإقامة. أخذ حكم السفر أو ماذا؟ أو أخذ حكم السفر أو أخذ حكم الإقامة. نعم. لا خيام لأن الغالب على أهلها الارتحال، فأشبه المسافرين. كان المفروض وأشبه المقيمين معها. نعم إن أقاموا على بعد 3 أمتار. أشار لها. نعم إن أقاموا، أشار إلى ماذا؟ إلى أنهم إن بدلوا نية السفر إلى نية الإقامة، لا نية الاستيطان، لأنهم ليسوا من أهل الاستيطان. نعم. نعم إن أقاموا على بعد 3 أميال وثلث ميل فأقل من بلد الجمعة وجبت عليهم تبعا لأهلها كما تقدم. واضح؟ إلا إذا كانوا بقرب هذه المسافة وكانوا مقيمين، وكانوا ماذا؟ مقيمين، فشرطهم في ذا في هذه الحالة تتحقق الجمعة بهم، تصح في حقهم وتجب في حقهم الجمعة، وتجب في ماذا؟ في حقهم الجمعة تبعا للبلد أو تبعا لأهل تلك المنطقة. نعم.
ب أن يكون بجماعة تتقرى بهم القرية عادة بالأمن على أنفسهم والاستغناء في معاشهم العرفي عن غيرهم ولا يحدون بعدد معين كمئة أو أقل أو أكثر فلو كانوا لا تتقرى بهم قرية بأن كانوا مستندين في معاشهم لغيرهم فإن كانوا على مسافة 3 أميال وثلث ميل من قرية الجمعة وجبت عليهم تبعا وإن كانوا خارجين وجبت عليهم تبعا وإن كانوا بين تبعا وتبعا نعم وإن كانوا خارجين عن هذه المسافة لم تجب عليهم كأهل الخيام ولو أحدثت جماعة تتقرى بهم قرية ولو أحدثت جماعة تتقرى بهم قرية بلدا على مسافة 3 أميال وثلث ميل من بلد الجمعة لوجبت عليهم الجمعة استقلالا. فهم كلام ده مش فهم. هذا معنى يعني إذا كان لديهم سوق خاص بهم. طيب عاوز لنا الشيخ يا رحمه الله أن يكون بجماعة شكون أن يكون هذا عايد على شكون؟ أقول معنيين بالثلاث جماعة شروط ماذا هذا؟ الذي تصح عليه الجمعة نعم على الاستطاعة نعم تصح بهم الجمعة تفضل أن يكون بجماعة تتقرى بهم القرية عادة بالأمن على أنفسهم والاستغناء في معاشهم العرفي عن غيرهم يعني هذا الجماعة التي يعني مستقلين بأنفسهم استقلالا تام لا يحتاجون إلى غيرهم حتى تقام عندهم الجمعة واضح معنا؟ هذه الجماعة تستقل بنفسها في معاشها وفي أكلها وفي أمنها هذا تتقرى بهم ماذا؟ صلاة الجمعة نعم فضل. ولا يصلي معنا هم وحدهم يعني مش تبعا للقريه نجم يكون تبعا ونجم يكون وحدهم بينا نعم ولا يحدون بعدد معين ما عنديش تحديد فيه كمئة ولا بلا ما عندنا تحديد في ذلك المهم جماعه تتقرب بانفسهم الامن والاستغناء عن غيرهم نعم فضل كمئة أو أقل أو أكثر فلو كانوا لا تتقرى بهم قرية يعني لا يعتبرون ليسوا لأنفسهم المادة تأتي إليهم من عند أنفسهم وإنما من الخارج ها؟ بأن كانوا مستندين في معاشهم لغيرهم فإن كانوا على أعطك الحكم فإن كانوا على نفس المسافة فضل فإن كانوا على مسافة 3 أميال وثلث ميل من قرية الجمعة وجبت عليهم تبعا وجبت عليهم تبعا لهم ليش؟ لأنهم هذوما لا تتقرب بأنفسهم المعاش أما إذا كانت تتقرب بأنفسهم يصح أن يعملوا لأنفسهم جمعة واضح معنا؟ أكثر من المسافة نعم أكثر من المسافة أما إذا كانوا هما لا تتقرب بهم وكانوا على نفس المسافة تجب عليهم تبعا لماذا؟ للبلد الأصلي التي تقام فيه الجمعة نعم وإن كانوا خارجين عن هذه المسافة لم تجب عليهم كأهل الخيام نعم ولو أحدثت جماعة تتقرى بهم قرية بلدا على مسافة 3 أميال وثلث ميل من بلد الجمعة لوجبت عليهم الجمعة استقلالا هو الشيخ هنا كان المفروض يقول لما قال كأهل الجمع كأهل الخيم كان المفروض لا يأتي به ولو أحدث كان المفروض لا يأتي بكلمة ولو أما لأن أتى بلو هنا تفيد نفس الحكم السابق الداخلي وهذا ليس لا علاقة له أصلا أما لو أحدثت يعني جماعة لوحدها أصلا ما عندها دخل بالكلام الأول على ذلك حط نقطة أي المفروض أما كلمة ولو مشكل أصلا طيب ولو هنا ماذا أفادت؟ أفادت المبالغة؟ أفادت حكم ثاني؟ لا أدري الشيخ لماذا أتى بها؟ كان المفروض يقول أما نعم فضل عودة هذه ولو أحدثت جماعة تتقرى بهم قرية بلدا على مسافة 3 أميال وثلث ميل من بلد الجمعة لوجبت عليهم الجمعة استقلالا هو هنا يشير إلى ماذا؟ إلى أن جماعة تتقرى بأنفسها وكانت على هذه المسافة يعني إيش؟ تستطيع أن تصلي الجمعة استقلالا دون تبع للجمعة للبلد التي تقام فيها الجمعة ليش؟ لأن جماعة تتقرى بأنفسها نعم تفضل سيدي سيدي مرة أنهم جماعة تتقرى بأنفسها الروح لا هم مستقلين هم على ما قال مش مستقلين لا ليس لهم استقلال تام حتى لا يأمنون على أنفسهم حتى الأمان على أنفسهم لا يأمنون على أنفسهم وإنما هم محتاجين إلى غيرهم دائما نعم الشرط الثاني حضور 12 رجلا للخطبتين والصلاة
وهذا العدد المشترط لا يحسب معهم الإمام. طيب هنا 12 بزيادة ماذا؟ لما؟ ودليلنا المالكي في ذلك ماذا؟ هو آخر سورة الجمعة. ها؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فلما خرج بقى منهم 12 شخص بزيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وشروط هذا العدد هو؟ وهذا العدد المشترط لا يحسب معهم الإمام. وشروط هذا العدد هي أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة، فلا يصح أن يكون منهم صبي أو مسافر أو امرأة. إذن لابد أن يكون ممن تجب عليهم الجمعة، البالغ العاقل المكلف. نعم. نعم. أما إذا كان صبي فلا، وأما إذا كانت امرأة فلا، وأما إذا كان مسافر فكذلك لا. رأيتم أنه مشكل المسافر والمرأة ليس لا يجب في حقها، لا يجب في حقها. الإشكال فيه، الإشكال في أن المرأة إذا ذهبت صلت الجمعة، طيب الواجب عليها الظهر وواجب عليها الجمعة. هذا الحكم مشكل، يعني هذا الحكم هذا مشكل، أن الأصل الواجب عليها هو الظهر، ولكن هي تذهب تصلي الجمعة، حكم الجمعة ليس واجب عليها. هذا مشكل حقيقة. لا، ما عندنا قول هذا، ما عندنا بهذا القول، هذا قول الشافعي المالكي، ما عندنا هذا القول أصلا. كان المفروض المرأة تجلس في بيتها وتصلي صلاة الظهر أولى لها من تصلي الجمعة. نعم. الشرط الثاني أن يكونوا من أهل بلد الجمعة المستوطنين، فلا يصح أن يكون منهم مقيم ببلد الجمعة جاء لتجارة أو غيرها وسيغادرها بعد ذلك. شفت الشرط هذا؟ أن يكون من أهل بلد الجمعة المستوطنين. فلا يصح أن يكون منهم إيش؟ مقيم ببلد الجمعة. يعني إذا كانوا محداش وجي واحد منهم داخل مقيم، يعني ما حكم الجمعة؟ غير صحيح. لا تصح. أنا مش. نعم. ولو مكث 4 أيام فأكثر، أما لو جاء للتوطن فتصح. التوطن يعني الاستطاعة. الشرط الثالث. ولو مكث 4 بهذه المبالغة داخل الحكم، داخل القول، بخلاف لو السابق. بقاؤهم مع الإمام من أول الخطبة إلى السلام، فلو فسدت صلاة أحدهم بطلت الجمعة. بطلت الجمعة. بعضهم يقول لك هو انتقض وضوءه، ماذا يفعل؟ يعني يترك شيء من لباسه ويخرج، الأقوال كلها لا تسمعوا إليه. الله سلام ورحمة الله. سمعتوني؟ بعض الناس يقول لك يعني يترك شيء من لباسه. كل كلام لا يصح، لا يصح أصلا يعني. لا يصح. إذا خرج واحد منهم انتقض الوضوء، خرج بطلت الجمعة. جاب الوضوء ويرجع للسيف. شنو؟ جاب الوضوء ويرجع. مشكلة. مشكلة عندنا احنا في صلاة الجمعة. بالنسبة للمصلين إشكاله كبير جدا، حتى على الإمام إذا انتقض الوضوء بتاعه حتى هو مشكل كبير جدا. يقصد إذا كانوا 12 طبعا أكثر، إذا كانوا فوق ال 12 ولا هو ما فيش مشكل، نتكلم على ال 12. ال 12 إشكاله مشكل يعني. يعني لازم يكونوا معناها ناس صحتهم ما شاء الله ونقولوا ولد بيكم. تفضل. لا تصح في وقتها معناها في لا تصح وقتها في حقهم يعني الجمعة. لماذا؟ لنقص العدد يعني. اي لا احنا عندنا ال 12 اذا صاروا قلنا انتبهوا. نعم. لا تبطل صلاة الناس كل. تفضل. تفضل اخت تفضل. تفضل يا شيخ رافع. Thank you.
الشرط الرابع أن يكونوا مالكيين أو حنفيين أو شافعيين مقلدين لمالك أو أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة نعم معناه لازم أن يكون الاثنى عشر ضمى إمامهم مالكهم مالكي وأن هو حنفي وهو حنفي هكذا، لأن كل مذهب يرى بعدد معين. نعم لأن أبا حنيفة يرى أن صلاة الجمعة تنعقد بالإمام وثلاثة معه بثلاثة أشخاص. بثلاثة أشخاص. أما عند المالكية ثلاثة أشخاص وفيهم الشروط اللي أما عند المالكية لا تعتبر الجمعة أصلا، ما عندهم جمعة إذا وجد ثلاثة ومعهم رابع بالإمام عند المالكية لا تعتبر جمعة أصلا. هذاك علاش إذا كانت يصلوا على الجمعة ينبغي أن يكون الإمام والمأموم على مذهب الحنفية. نعم تفضل. بينما الشافعي لا تنعقد الجمعة عنده إلا بأربعين مثلا. ما فهمتش الجملة ملول. أن يكونوا مالكيين أو حنفيين أو شافعيين مقلدين لمالك أو أبي حنيفة. ليش يعني لابد الجماعة هذه تكون كل جماعة متبعة لمذهب ما خليت لا نعم كل جماعة متبعة لمذهب كما قال مقلدين لمالك أو أبي حنيفة أو الشافعي هذه الجماعة. لأن ليش؟ لأن الجماعات تتنوع من جماعة إلى جماعة. اثنى عشر لدى المالكي عند الحنفية ثلاثة واضح معنا عند الشافعية أربعة. ما فهمتش علاش حطوا في تحت شرط حضور 12 رجل خطوتين. لا هذاك مالكي هذاك مالكي شنو هو؟ أو هذا محطوط من شروط متبع الكلام المالكي. نعم أنت تقول أنه في الشافعية 40 ولا إيش دخل فيه؟ دخل هو جنب ما هو خاص بالمالكي وأعرف له أنه ذاهب أحمد كيف؟ أحمد تبع للشافعي يا أبو الله أعلم تبع للشافعي نعم. ولا يشترط حضور جميع أهل البلد في أول جمعة تقام بها ويكفي حضور العدد المشترك فقط. يعني أول جمعة تقام في البلد لا يشترط حضور كل الناس فيها، وإن كان واجبا على كل الناس صلاة الجمعة من الذكور البالغين، لكنه كفى إن حضر الجمع المطلوب 12 أو 3 أو 4 على حسب المذهب كافي. هذا في أول جمعة ولا يعني بذلك ترك الناس صلاة الجمعة. نعم تفضل. والخلاصة أن الجماعة الذين تتقرى بهم القرية وجودهم في الجمعة شرط وجوب وصحة وإن لم يحضروا الجمعة بالفعل. يعني عامة الناس ما زاد عن العدد الذي تتقرى به والذين تتقرى بهم الجمعة حضورهم لصلاة الجمعة شرط وجوب وصحة معا وإن لم يحضروا بالفعل. أما الجمع المحدود المذكور فهو شرط صحة واجب الحضور. هذا الفرق بينهما. نعم. والاثنى عشر حضورهم شرط صحة تتوقف الصحة على حضورهم بالفعل في كل جمعة. فلو تفرق من تتقرى بهم القرية يوم الجمعة في أشغالهم ولم يبق إلا اثنى عشر رجلا والإمام جمعوا. نعم. عودنا إلى هذه. فلو تفرق من تتقرى بهم القرية يوم الجمعة في أشغالهم ولم يبق إلا 12 رجلا والإمام كفى. طيب لو لم يأتي المجموعة أصلا الجميع آثمون. الجميع إيش آثمون ولا نقول في هذا القول بأنه شرط فرض كفاية. لا ما هوش فرض كفاية. قلنا نحن الجماعة هذه تترك في أول جمعة، أما باقي الجمعات يجب على كل مسلم صلاة الجمعة يجب على كل مسلم. نعم. فالصحيح الحاضر القادر إن ترك صلاة الجمعة وصلى بدلها ظهر فصلاة الظهر باطلة. هذا انتبهوا لي. فالصحيح القادر الحاضر ليس عنده عجز ترك صلاة الجمعة وصلى الظهر فصلاته باطلة. لا تصح منه إنما يجب عليه أن يصلي الجمعة. نعم فضل. الشرط الثالث الإمام. وشروط الإمام أولا أن يكون مقيما ولو لم يكن متوطنا. هذا الفرق بينهم وبين الجماعة. فالجماعة ينبغي أن يكونوا مقيمين ومستوطنين واضح. أما الإمام فيكفي أن يكون مقيما. هذا هو الفرق بينهما. بعض الشيوخ يجوا من برا مثلا واللي يسافر من قرية إلى قرية ويخطب الناس بصلاة الجمعة إن كان مسافرا فالصلاة خلفه باطلة ولا تصح الصلاة منه. أما إذا نوى الإقامة فصلاة الجمعة منه صحيحة.
الإقامة بالنسبة لابد له أن يقيم. لابد من شرط الإقامة، لابد من نية الإقامة. من يوم الإقامة. لكن بعد أربع أيام. أربع أيام، رو الإقامة نجم ينويها قبل أربع أيام، والأربع أيام هذه معناها ترك معناها من باب الندب ومن باب التسهيل والتيسير للإنسان بأن يسافر ويقصر الصلاة. لا يعني كان نواه أربع أيام لكن صلى بها من جمعة وبعد ما قعدش أربع أيام وراه ما قعدهمش أربع أيام. لكن المهم نوى الإقامة. يعني النية فقط مش بالإقامة. النوى الإقامة ولو من أول يوم. ولو من أول يوم. ولو لم تكن ما ولو لم نفس المنطقة. نعم بشرط أن ينوي الإقامة. إشكال الشيوخ اللي هم يخطبوا الجمعة ما عندهمش نية الإقامة وإنما يصلون بالسفر. دليل ذلك أنه لو بقى بعد ذلك تجده يقصر الصلاة. أو أي شخص سافر ونوى الإقامة ثم مر يصلي مع الجماعة مقيما ثم يصلي لوحده قصرا هذا لا يصح له. نويت الإقامة خلاص خرج من باب السفر. أنت مسافر وتصلي متما للصلاة ولهذا عندما نقول الإنسان المسافر ما يصليش الجماعات يصلي لوحده لأنه كي تصلي الجماعة بأي نية حيصليها؟ هل يصليها بنية الإقامة أم بنية السفر؟ ها؟ لو صلى بنية الإقامة لا تصح منه اللي يصلي بنية السفر لا تصح لأنه مخالف لنية الإمام. واضح؟ الإنسان ينتبه للحاجات هذه لأنها تورد كثير جدا ونشاهد كثير من الناس مسافرين يصلوا الجمعة ويصلوا الجماعات بأي نية كانت. ومرة تجدهم يمشي وراهم واحد منهم يصلي بهم أصلا كانوا مسافرين وصلوا ما نعرفش من أي جماعة يصلوا فهم ما نعرفش والله صلى معنا واحد سيدي مرة في الجماعة بتاعنا صلى عصر أربع ركعات صلى ركعتين الإمام قام يجي في الركعة الثالثة والرابعة وهو سلم بعد سلم عليه تو شوف هذا كيف الشعب سلم عليه هنا بعد تو بالله شوف واحد يصلي مسافر يقصر الصلاة خلف إنسان مقيم الشارع أعطاك أعطاك الضرورة بأنك أنت تصلي ركعتين تروح أنت باقي جالس مقتدي بالإمام من مساجد الإمام أي عذر أي عاد تسهيل ليه وكمل عاد أربع ركعات وخلاص في الصف أنت باقي قاعد ما عملت أي حاجة أخرى يا ريت رديت السلام خرج وبعض الناس يرد السلام ويخرج هذا كلها باطل كلها ليست صحيحة أصلا نعم فلو اجتمع شخص مقيم واثنى عشر متوطنون تغير أن يكون هو الإمام لهم تعين أن يكون هو الإمام لهم شفت كيفاش؟ فلو اجتمع شخص مقيم واثنى عشر ماذا؟ مستوطني طيب شكون تعين عليه هو تعين عليه هو لأن الحكم في المشهور المذهب لو كان قام واحد من المستوطنين وخطب بالناس وكان هو مقيم الجالس معه صلاة لا تصح صلاة لا تصح من جميع وكيف ما توفرت شيء شروط الإمامة إذا ما توفرتش مشكل إذا ما توفرتش مشكل عليها نعم وأما غير المقيم وهو المسافر فلا تصح الجمعة خلفه انتبهتوا لها هذه وأما غير المقيم وهو المسافر في مذهبنا المالكي فلو صلى بالناس فصلاته خلفه الصلاة باطلة